هل فيكم أحد يقدر يتخيل أنه يكون عنده 20,000 ابن وابنة وأنه يهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياتهم من مأكلهم ومشربهم وصحتهم وتعليمهم ويسوي هذه الأمور كلها وأكثر وهو في قمة السعادة والرضا؟ اليوم اللي عنده 4 أبناء ما يقدر يلحق على هذا كله معاهم، لكن الدكتور عبد الرحمن الصميت رحمه الله فعلها ومع 20,000 اللي ما كانوا من صلبه لكنهم كانوا أبناؤه في الإنسانية. وعلى الرغم أنه رحل عن دنيانا بدون أن يسجل في موسوعة جينيس أو يحوز جائزة نوبل، مع أنه أفعاله أكبر بكثير من كل هذه الجوائز لأنه تاجر مع الله، رأس ماله كان العطاء وحرفته الإخلاص وكلمة سره التحدي. الدكتور فكر خارج الصندوق، مو عشان يبتكر فكرة مشروع تجاري رابح أو ليجذب أكبر عدد من الزبائن إلى سلعة، بل لينقذ آلاف اليتامى الغارقين في بحر الجوع والفقر والمرض، ويعيد تعريف الحق لملايين الذين ضلوا طريق الحقيقة جهلا وضعفا. الدكتور الصميط الرجل اللي رفض كل الألقاب لكنه أحب لقب واحد، أبو المساكين. كان حامل رسالة الدعوة إلى الله في أفريقيا وأسلم على يده أو بسببه أكثر من 11 مليون إنسان. أولاً أحب أن أوضح وأصحح بعض المعلومات الخاطئة التي قيلت أنا لست شيخاً فلم يكرمني الله سبحانه وتعالى برئاسة العلم الشرعي، ولست طبيبا لأني كنت طبيب في السابق وأخصائي وطلقت الطب طلقة بائنة منذ أكثر من 28 سنة من اليوم الأول اللي أن وضعت أقدامي في إفريقيا، وما كان عندي نية منذ ذلك الوقت أن أعود إلى ممارسة مهنة الطب، وبالتأكيد لست علما، أنا أقل بكثير من أن أكون مجرد خادم لإخواني العاملين في الدعوة في إفريقيا.